في مقولة كانت بتقول ما تأمنش للأسد أبداً حتى لو بتعطف عليه وبتأكله باستمرار، وده لأنه لو حصل وما لقاش أي أكل متاح أول حاجة هيفكر فيها أنه هياكلك أنت شخصياً. وأكيد كلنا سمعنا عن قصة افتراس الأسد سلطان لمدربه محمد الحلو. الأسد في العموم بيعتبر أخطر وأشرس الحيوانات البرية اللي موجودة على سطح كوكبنا الأرضي، وعنده من الشجاعة والعدوانية ما يكفي لافتراس أي مخلوق حرفياً. في الطبيعي الأسد بيركز في افتراسه على الفرائس الطبيعية زي الجاموس والغزلان وغيرهم، ولكنه ما عندوش أي مشكلة برضو في افتراس البشر لو ما لقاش أي فرائس متاحة. اشتهرت تنزانيا في العموم باحتوائها على أكبر عدد من الأسود في العالم، وبتمتلك حوالي 8000 أسد بيسكنوا المحميات الوطنية، وفي غيرهم آلاف الأسود بيعيشوا خارج المحميات الطبيعية ومفيش أي سيطرة عليهم. في سنة 2004 مثلا قام أحد الأسود في تنزانيا بافتراس 35 شخص لوحده، وده لأن الأسد ببساطة بعد ما فقد جزء من أسنانه أصبح غير قادر على افتراس الحيوانات الضخمة، وعشان كده قرر يتحول لافتراس البشر. وفي الحقيقة عزيزي المشاهد دي ما كانتش الحالة الوحيدة لافتراس الأسود للبشر في المنطقة دي، وده لأن في الطبيعي بيموت سنويا في تنزانيا أكتر من 100 شخص بسبب هجوم الأسود. وفي 2005 اتعملت دراسة قالت ان العدد قل من 100 واصبح 22 وفاة سنويا حاليا. ودلوقتي عزيزي المشاهد اسمح لاخدك معايا في رحلة قصيرة كده ونرجع بالزمن لورا شوية، وتحديدا في الفترة من 1932 ولغاية سنة 1947. في الفترة دي شهدت منطقة نجومي بجنوب تنزانيا ميلاد اخطر زمرة اسود عاشت على كوكبنا الارضي. ابتدى الموضوع بانتشار مرض الطاعون بين الحيوانات بشكل مبالغ فيه، وقررت الحكومة القضاء على كل الحيوانات البرية عشان تتجنب انتشار الفيروس، وبالتالي كل الحيوانات اللي تعودت الأسود على افتراسها اختفت فجأة. وعشان تعيش الأسود فطبعا لازم تاكل، ومن هنا قررت أسود الزمرة انها تبدأ معركتها الحتمية من أجل البقاء. وعلى الرغم ان الفترة دي ما كانتش مشهورة بهجوم الأسود على البشر، ولكن منطقة نجومي ما كانتش بتحتوي على أي حاجة تانية غير البشر ينفع تتاكل، وبدأت حرب الأسود على سكان المنطقة واللي استمرت ل15 سنة. فجأة أصبحت كل أسود الزمرة الجعانة بتقتل وتفترس أي إنسان بتشوفه بكل وحشية. وعلى الرغم إن افتراس البشر بيعتبر حاجة مرعبة وبشعة وما ينفعش يتسكت عليها، ولكنها ما كانتش أخطر حاجة حصلت في الفترة دي. المشكلة الكبيرة عزيزي المشاهد كانت بتكمن في الجيل الجديد من الأشبال الصغيرة. الأشبال الصغيرة اتولدت وهي شايفة الأسود البالغين بيصطادوا البشر، ومع الوقت بدأت الأشبال الصغيرة تتعلم اصطياد البشر هي كمان. والغريب إن الأشبال بدأت تعتقد إن البشر هم الفرائس الطبيعية، ونسيت تماما افتراس الحيوانات واللي بيعتبر أمر غريزي في كل الأسود. وكبرت الأشبال وأصبحت أكثر شراسة وافتراس لسكان جنوب تنزانيا. افتراس الأسود لسكان نجومي فضل مستمر لثلاث أجيال متتالية من الأسود، وكل جيل كان بيبقى أكثر شراسة وعدوانية من الجيل اللي قبله. ومع الوقت أصبحت الأشبال وكل أسود الزمرة مش بيخافوا من البنادق ولا الرماح، وتحول الأسد وبقى ممكن يهجم على مجموعة كاملة من البشر المسلحين ويقتلهم لوحده، وده طبعا تطور خلق حالة من الرعب والفزع عند سكان المنطقة، وأصبح قتل الأسود للبشر أمر طبيعي ومعتاد عليه عند السكان المحليين. وفضل الرعب مستمر لغاية ما استعانت الحكومة بأفراد متخصصين للقضاء على الزمرة، وبالفعل نجحوا في القضاء على كل الأسود اللي كانت موجودة في المنطقة، ولكن ده حصل متأخر جدا. تدخل الصيادين المحترفين للقضاء على الزمرة حصل بعد 15 سنة. 15 سنة كان قتل فيها أسود الزمرة أكتر من 1500 شخص من سكان نجومي، وبكده تصنفت زمرة نجومي كأخطر زمرة أسود عاشت على الأرض وهددت حياة البشر. يا ترى لو هجمك أسد مفترس ممكن تحس بإيه؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات، وهستناكم تقولولي كمان لو حابين أعمل لكم حلقات أكتر أكلمكم فيها عن حياة الأسود. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا إعجاب بالفيديو وشير لي مع أصدقائكم. أما بقى لو أول مرة تشرفونا فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل، وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. كان معاكم محمد جابر، وأشوفكم في حلقة جديدة.